خفت من القلب الألام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما أسعد بهذه الطلة وأسعد أن أكون معكم من خلال هذا البرنامج. لقد اعتدت في السابق أن تكون الحلقة أسبوعية، فيكون هناك شوق، وهذا طبيعي لما الإنسان يبتعد 7 أيام أو 6 أيام عنكم يشعر بالشوق. ولكن الغريب أننا نلتقي في كل يوم ونتواصل من خلال التويتر، من خلال الفيسبوك، من خلال الإنترنت، ومع هذا أشعر بشوق للقائكم من خلال هذا البرنامج. تحية لكم من أسرة برنامجكم ضاعف وزنك، والكل يلقي لكم بالتحية، وأنا ماسك الميزان اليوم حتى أذكركم، لعله انضم لنا ركب جديد من الشباب من بنين وبنات. نذكركم أن هذا البرنامج يتكلم عن الميزان، وميزان الإنسان واضح، الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على الأقوال والأفعال. بمجرد ما الإنسان يبلغ سن الحلم، سن البلوغ، وأنتم تعرفون هذا السن، ولعله فرصة بخلال هذا الشهر الفضيل المبارك، ربي باركنا إن شاء الله وإياكم في صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن، فرصة أن نتحاور في مفهوم الحجاب، في مفهوم البلوغ، في مفهوم التكليف. وعلى فكرة أكرمني الله سبحانه وتعالى ومن علي أن في هذا الشهر الفضيل إحدى بناتي تحجبت فضل الله سبحانه وتعالى، فنبارك لها هذا الحجاب، ونبارك لجميع فتياتنا إن شاء الله أن يلتزموا بالحجاب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ففرصة نتكلم عن موضوع البلوغ وما معناه، وسن التكليف وما معناه، وكيف نتعامل معه خاصة في الطاعة والعبادة. هذا الميزان المتحرك يزن أعمالنا اليومية وأقوالنا، طبعا أعمالنا اليومية أقوال وأفعال، كل ما نتفوه به وكل ما نفعله إما يدون لك أو يدون عليك. نريد من خلال هذا الشهر أن نغير نمط حياتنا. قناة الرسالة المباركة اتخذ على نفسها عهدا في هذا الشهر أن نغير نمط الحياة حتى نصل إلى الحضارة وإلى إقامة تلك الحضارة الإسلامية التي نريد، من خلال تغيير الذات، تغيير النفس، التغير في ناحية الإيمان، في ناحية السلوك، في ناحية التعامل، في كل ما يختص بنا كأفراد من بنين وبنات. نعمر هذا الميزان، فمن تعود واعتاد على أن يعمر ميزان الحسنات، من هذا يعمر هذا الميزان قطعا سيكون له شأنا وبصمة في إقامة الصرح الإسلامي العظيم الذي نرجو الله سبحانه وتعالى يكون لنا شاهدا إن شاء الله. أما عداد السيئات اللي تكلمنا عنه أمس، وبعد شوي إن شاء الله مع عمار في الكراسة راح نلخص إيش حدث أمس. أمس إحنا قلنا التوبة، أول يوم أنا صائم حتى هذه اللحظة، ثاني يوم أنا تائب حتى هذه اللحظة، ونريد أن نصفي ونبيض صفحتنا. فشعارنا في هذا الأسبوع صفحتي بيضاء. عمار، كيف الحال يا عمار؟ حياك الله دكتور، بشرنا على صحتك. والله بخير، أحسن الأحوال، وأنا سعيد. بشرنا، الناس يقولون والله مثل الحمد لله رب العالمين، التفاعل طيب. أي نعم. والمستويات ما قمنا نلحق عليها وشيء رائع. هذا تحدي، شوف لما أنت تحب تتفاعل ويا الناس لازم تتحمل شو تقول الناس. كراسة اليوم شو تقول يا عمار؟ إن شاء الله. ولا ما في شيء عندك؟ لا، في طبعا، لأن إذا ما عندك أنا عندي. ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. خلانا أعلق الميزان اللي عندي. قول لي شنو عندك أول شيء. هذه مشاركات من تم اقتباسها من مشاركات اللي مرت في الأمس، ما شاء الله. وبالنسبة أنا أقول حق جمهورنا الكريم، ترى ما نقدر نعرض كل شيء، فأرجوكم تسامحونا. الجميع متميز، الجميع رائع، ولكن إن شاء الله نحاول نقدر. كلمة الجميع هذه مهمة، الجميع، الجميع مهمة. الجميع أكيد دكتور. شو تقول؟ تباشير، تباشير إبداع، وكسرت الميزان، الله يسعدك يا شيخ. لا لحظة، كسرته يعني وقفت عليه وطلع 200، ولا كسرته يعني لغيته؟ لغيت ميزان الوزن تماما إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، هذه مشاركة ثانية. أفنان تقول برنامج جدا رائع، وكل لحظة فيه تغير الكثير من المفاهيم والعادات المتعارف عليها، زادك الله من فضله يا دكتور ثويني وجعله الله في موازين أعمالك. ولكم مثله، وأسأل الله سبحانه وتعالى تكون هذه الأعمال والموازين عند الجميع إن شاء الله. شنو عندنا بعد يا عمار؟ رحيق الأمل تقول لحظة شوي، تملاحظ تباشير ورحيق، الأسماء هذه مستعارة ولا حقيقية؟ أسماء مستعارة دكتور. فإذا أسماء تباشيرية وأسماء رحيقية، لأن فيها أمل وفيها تفاؤل وفيها رجاء. على فكرة أرجو، وهذا رجاء يعني طلب، بمعنى أنتم لستم مجبورون على فعله. نغير جميع الصور اللي بالفيسبوك التي لا تناسب،
هذا التفاؤل وهذا التبشير، ونغير الأسماء فنكون أسماءنا كلها تفاؤلية وإيجابية وتكون صورنا جميلة وفيها شيء من الحشمة. تفضل. أي نعم. رحيق الأمل تقول الحلقة كانت جدا قيمة، خصوصا فكرة عدم إهمال الأطفال في رمضان، لأن كثير من الناس فعلا بيهملوا أطفالهم ليس جسميا أو رعاية ولكن دينيا في رمضان. مخرجنا خلي يشوفون اليوم شو مجهزين لهم، أطفالنا ما راح ننساهم إن شاء الله، نحرص في كل حلقة أن نخليهم معنا. طبعا هذه الوجوه الباسمة المتبسمة موجودة معنا، وهذه لعبة راح نلعبها، فاللي قاعد في البيت وما عنده شغل كثير ممكن تجهز لك أشياء مثل هذه وراح نعرضها. هذه لعبة راح نلعبها في نصف الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله. أنت عندك مشكلة بالأسامي أنا عارف، وأنا مثلك بعد، مو مشكلة أقول اسم مقروء. الأخ الكريم يقول بارك الله فيك يا شيخنا، جزاك الله خير، والله بنشكرك كثير على هذا البرنامج، ونرجو أن يستمر هذا البرنامج إن شاء الله بعد رمضان من أجل أن نستفيد أكثر. هذا ما لا أوعد به، لأن أنتم ما تتصورون إيش كثر هذا البرنامج مرهق في الإعداد وفي التجهيز، وفي يعني علشان يصير حتى تروا هذه الكلمات وتوضع هذه المفاهيم وتختار فريق عمل كامل. هذا يعني بالنسبة لي أول مرة أعمل مع فريق يكاد يكون أكثر من 7-8 أشخاص حتى نعد لكم هذه المادة، فالاستمرار يحتاج إلى إعداد، لكن الذي نوعد به إن شاء الله أن يكون لنا برنامجا بعد فترة إن شاء الله في إحدى الدورات القادمة. الله يس. شنو عندك بعد؟ طفرة واحدة. ميمي حبيبي. يقولون لا يمكنك أن تحب شخصا وأنت لم تراه من قبل، فابتسمت وقلت أنا أحب رسول الله ولم أره من قبل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يقولون عنه يا ابنتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من كثر شدة حبهم له، راح يكون لنا حلقة إن شاء الله نتكلم أكثر في الموضوع، لكن كانوا يقولون وهم جلوس معه، وأنا هذه الحقيقة مش عارف أترجمها يا عمار، كيف أنا أشتاق لإنسان وأنا جالس معه أنا صعبة علي. كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنا نشتاق إليه ونحن جلوس معه، هما قاعدين معه كانوا يشتاقون له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا بنتي ما نقدر نقارنه بأحد، فحبنا له حب قطعا بعد حب الله سبحانه وتعالى حبا كبيرا، ويمتزج مع حياة الإنسان، لأن تصرفاتنا سلوكياتنا انفعالاتنا طريقة تفكيرنا كلها مقتبسة من حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والموضوع اليوم سيكون حساس بدرجة أننا سنتلمس بعض هذه النقاط اللي ذكرت معنا. من معنا بعد؟ بمناسبة الميزان مسك الختام هذه آخر مشاركة بالفيسبوك عندك؟ لا في بعد والله موجود عندنا عدد زين. بمناسبة الميزان أنا كنت مقررة أنزل وزني من 103 إلى الوزن المثالي، والحمد لله بدأت قبل رمضان ب 12 يوم زين. وسأكمل وسأزيد وزن أعمال الحسنة إن شاء الله. فكرة تنزيل الوزن هو تدبر بالموت، قلت لا أريد أن أثقل على أحد بالدنيا، فكيف عند موتي؟ الله يعني قاعدة خايف على الناس اللي بيشيلونها. طيب لا إن شاء الله أريد من يحمل نعشي لا يتذمر من وزني إن شاء الله العمر كله، وأسأل الله سبحانه وتعالى. بعدين ترى هناك أعمال ليس للبشر فيها شأن، الله سبحانه وتعالى برحمته قد يخفف. يعني الناس لما تشيل يا بنتي وأنت إنسانة طيبة كريمة ذات أخلاق عالية تتعبدين الله سبحانه وتعالى وميزانك قد عمر بالحسنات، لا تخافين الناس راح تشيل وما راح تحس بالثقل، لأن الله سبحانه وتعالى سيأمر إن شاء الله الملائكة حتى تستعجل بك إلى الجنة. قولي آمين. في معنا بعد؟ أي نعم، في عندنا مشاركة من دينا فتحي الأشقر. ما شاء الله. مضاربة على رسم الدكتور ثويني المصور أو المخرج همس، تقول بالأمس للدكتور أن الشاب اللي رسمه ما إلى بطن، هذا اللي أنا رسمته إلى بطن ولا بأس أشياء ملونة كمان. ترى دكتور أنا أقول ما شاء الله المشاركين رسمتنا هذه يعني يقلدونها المشاركين ما شاء الله دقيقين جدا في المتابعة، لدرجة أن هذه تقول أنا سمعت المصور هو يقول أن رسمة الدكتور هذه ما لها بطن. وين وحط الرسمة خلي يشوفونها. فجاك التحدي دكتور. أوه حمود هذه لك يا حمود، هذا حقك هذه لك أنت. أنا عندي بطن مفيد لشرحك، العقل واللسان واليد والبطن والفرج والقدم والجسم كله، في شيء نسيته؟ الجسم كله. وطبعا يلا انا حاب ان انشروا هذه المعلومه، لان هذه الامور تستخدم في كيف نضاعف الميزان، ضاعف ميزانك، وايضا كيف نخفض من السيئات ان شاء الله. باقي شيء عندك؟ لان احنا قربنا على في عندنا تويتر، عندنا مشاركات سريعه من تويتر.
بثينة تقول من أساء إليك عليك أن تدعو له بالهداية والإحسان. تكليف. هذا بالنسبة لتكليف أمس. تكليف. وأعلم أنه كما تدين تدان ولا تيأس فإن هناك رب لا ينام. سبحانه. مس فاطمة لا خير في حياة يحياها المرء بغير قلب، ولا خير في قلب يخفق بغير حب، ولا أجلى من قلب ينبض باسم الرب وسلامتكم. هذه دكتور مشاركات سريعة. تصميم جانا أمس عجبنا التصميم، يقول عن ان هذا هو اتجاه التوبه، اتجاه التوبه اتجاه ابيض، اتجاه الاخر مجهول المكان. فالتصميم هذا اقوى جدول وصلنا دكتور. لحظه شويه، في تبون فاصل الحين ولا اتكلم؟ مخرجنا عندي وقت. خلاص اذا انا عندي مفاجاه لهذا الرسم، لكن خلونا ناخذ فاصل قصير، انتم تريحون شوي واحنا نريح شوي ثم نكمل ما تبقى في حلقه اليوم. تمت من القلب الألام بخطى وافقة، انطلقنا نقفز نحو المدى البعيد، ننسج لك دقة التفاصيل معا إلى عالم الأناق. ورؤية مختلفة لشخصيتك. ثوب الدفة بانطباع جديد. لتتألق. انتبه، رياح التغيير ليس مجرد برنامج، رياح التغيير على قناة الرسالة مشروع حضاري كبير يدعوك للتفاعل والمشاركة. ننتظر آرائك، إبداعاتك، مقترحاتك. أرسل إلينا مشاركاتك مرئية كانت أو صوتية أو مكتوبة عبر موقع مشروع التغيير www.change-project.org أو عبر موقع قناة الرسالة www.alrisala.net من خلال منتدى رياح التغيير. وسنقوم بعرض المشاركات المتميزة في الحلقات المباشرة من البرنامج كل أسبوع. شارك في التغيير، في رياح التغيير، مشروع أمة وحضارة، حصرياً على قناة الرسالة. حياكم الله معنا بعد هذا الفاصل. حقيقة أنا حبيت أجي وأشاهد هذا الشخص اللي أخذ قرار على نفسه أنه يلتزم هذا الجدول. حط الجدول يا عمار خلنا نشوفه. طبعا جدول هذا الجدول وإن كان مصمم مسبقا، لكن إن شاب ياخذ على نفسه عهدا، أنا صائم وأنا تائب واليوم عندنا كلمة ثالثة، أن يلتزم بهذا الجدول. أنا قوي في رمضان، دقائق رمضان غالية إلى آخره، فيستاهل منه هدية. احنا عندنا 15 هدية للمتميزين. سامحونا احنا لو بإيدنا نعطي مليون هدية للمليون اللي تابعنا، لكن احنا نحاول نحفزكم في حلقة وترك او حكل يعني كثر ما نقدر نعطي هدايا خاصة. فنشكر منو عندنا راح يعطي هدية حق هذا الشخص. عندنا دار اقرأ، لو سمحت حطنا اياها. طبعا مكتبة دار اقرأ في الكويت مشكورة جدا، ساهمت معنا ب 15 هدية. كل هدية عبارة عن كوبون مشتريات للمنتجات الكتب والمنتجات من المكتبة بقيمة 600 ريال سعودي. شكرا يا دار اقرأ، شكرا السيد جمال سليمان على هالهدية. فاللي طبعا الفائز اللي معانا لازم يبعث ايميل لنا واحنا نبعث ايميل للمكتبة، فتاخذ ان شاء الله الكوبون 600 ريال هدية لك. وفي كل حلقة ان شاء الله او حلقة وترك لما نشوف عمل مميز مثل الجدول اللي كان قبله شوي ممكن نعطيكم ان شاء الله هدايا وتستاهلون. والود ودي كل من يشارك معنا حتى لو بكلمة جزاك الله خير تستاهلون هدية، ولكن الذي يعطي هذا العطاء ليس البشر، الذي يعطي كل هذا المال ليس البشر، الذي يعطي كل هذه النعم ليس البشر. مهما أعطينا فحقنا ناقص، الذي يعطي هو رب البشر. فلهذا نقول ضاعف ميزانك ولا تخافون إذا ما أخذت الهدية من عندنا،
قطعا راح تجيكم من عند الله سبحانه وتعالى حسنات كالجبال يوم القيامة تفرحون فيها بسبب مشاركتكم إن شاء الله معانا في ضاعف وزنك من خلال برنامجنا وخلال قناة الرسالة. أنا حطيت عندك مجموعة سلايدات صح؟ نعم. ممكن تطلع ليها. في بعض المشاركات فيها نوع من الانتقاد، في بعضها نوع من السؤال، في بعضها استفسار، بعضها تعبيرات، بعضها مصارحات. أنا دائما أحب أختار منها بعض ويعني أتفاعل وياها. أنا اليوم عملت لكم لعبة، شايفينها؟ هذه اللعبة هي عبارة عن إجابة لسؤال. طبعا هنا عندنا مشكور دكتورة فتنة، وين راحت؟ هذه المغامرة اللي احنا ما نحبها. طبعا الشيطان مو عاجبة ان البرنامج يمشي، احنا مزعلين ابليس وربعه كلهم زعلانين في هاللحظة لان الناس قاعدة تضاعف حسناتها. والله يحترق ابليس باللي فيه، بجهنم يحترق. لكن ابليس خاف. ماذا عن قبول التوبة يا دكتور؟ اذا ارتكب المرء ذنبا ولا يعلم انه اذنب ولا يعلم انه ذنب، يعني انسان ارتكب ذنب وما يعرف انه ذنب، وتاب تقبل توبته، يعني هذا الكلام مسموع. واذا ارتكب ذنبا يعلم انه ذنب لا تقبل توبته، من قال هالكلام؟ الذي يغفر هو الله عز وجل، والذي يتوب هو الله عز وجل على الانسان، فمن تاب الله عليه هو الذي تحسب له توبة. فمو من حق أحد يتدخل والله أنت عارف أن هذا ذنب يغفر لك، لا، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا مثل ما قلنا أمس، بس بشرط شروط التوبة اللي قلنا عليها. فيا بنتي لا تخافين، كل الذنوب إن شاء الله تغفر إذا كانت التوبة نصوح، بمعنى أن الإنسان يطبق الشروط الأربعة. عطنا المشاركة اللي بعدها. أيضا فتاة الحرية عندها سؤال. معلش أنا كثيرة الشك من حولي أني ملابسي غير طاهرة وذات تلوث الحمام وكذا. أكثر من مشاركة تتكلم عن الوسواس. يا ناس ربي حفظكم بارك في عمركم، الوسواس جزء منه من الشيطان الخناس. فلما نقرأ القرآن ونقرأ المعوذات، نقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب عنا هذا الوسواس. ولكن إذا تحول الوسواس إلى عمل، أقوال، أفعال، كثرة الوضوء، إعادة كلمات، إعادة البسملة في الصلاة، إعادة كذا، أصبحت حالة تحتاج إلى علاج. والحمد لله الآن العلاج متوفر، الطب النفسي الآن أصبح متوفر وسهل وجميل ومميز. فيا بناتي وأبنائي، بعض الصلاات اللي كانت أمس عندها شيء من الوسواس أو عندها شيء من الحالات النفسية، فيا عمار كل المطلوب أننا نأخذ موعد ونروح حق طبيب نفسي، وإن شاء الله نجد العلاج بفضل الله سبحانه وتعالى. تداووا، فما أنزل الله سبحانه وتعالى من داء يا عمار إلا وله دواء. أحسنت. شنو عندنا بعد؟ بارك الله فيكم شيخنا، أرجو التنبيه في هذا الموضوع لأننا نراه منتشر بين الشباب. بمعنى آخر، هذه الرسالة عن الإشاعات والكلام عن المشايخ. الدكتور ثويري متزوج 3 حريم، أو الدكتور طارق عنده مش عارف إيش، أو الشيخ كذا عنده كذا، أو الشيخ الفلاني. أنا زوجوني 3 حريم، ما عندي، اسمعوا على الهوى كلكم، ما عندي غير أم فهد. أم فهد ثم أم فهد، إن كانوا 3 فهي أم فهد، إن كانوا 4 فهي أم فهد. أصلا يعني التعدد ليس منهج في حياتنا، إنما هذا أمر الله سبحانه وتعالى فيه لظروفه. لكن الناس ما عندها شغل. لما قلتم عبد الله على الشاشة قالوا عند الثانية اسمهم عبد الله، قامت دخلة واحدة ثانية قالت لا أم عبد الله أنا سامعة أم كذا، هذه أم عبد الله الثالثة. يا ناس حرام عليكم، اتقوا الله فينا، زوجوا عمار الأعزب وزوجوني أنا. يا ناس خلوا عنكم الإشاعات، فلان أخذ أموال، فلان عنده 10 كذا، فلان زوج كذا، فلان طلق، فلان. استخدموا هذه الوسائل كنعم تزيد حسناتنا مش تزيد سيئاتنا. فشكرا يا بنتي على هذا التنبيه، هذا المهم. أظن بعد بقى عندك شيء؟ أين؟ لأن الوقت يركض وإحنا نبي نركض معه. أم بعد في واحدة دكتور. وين؟ أيوة عاد فيهم الحين خلي ذكرها. آخر واحدة تجيب. نعم. السلام عليكم، عندي سؤال وأدعو الله أن ترى مشاركتي يا شيخ الكريم وتجيب على عليه. أين هو طريق الخلاص من ذكرى حارقة لذنب قد تبت منه؟ إحنا أمس بينا إذا الإنسان وقع في ذنب، طبعا أي عمل يعمل الإنسان يبقى له أثران. الأثر الأول صورة، أني أنا أتذكر أشوف المشهد. الأثر الثاني هو انفعال، أن أنا أشعر بالخوف، أشعر بالغضب، أشعر بالحياء، أشعر بالحزن، أشعر بالفرح، اللي هو مع كل موقف. الصورة تنسى لكن تحتاج إلى وقت طويل.
إنما الأمر اللي أنا أستطيع فعله من هذه اللحظة هو التفاعل مع الصورة، بمعنى أتذكر الذنب على طول. يا بنتي اسمعيني، الذنب تم، نقدر رجع يا عمار؟ أبدا. الزمن يعود؟ لا يعود. اللحظة التي ذهبت لا تعود. إذا ما الذي أمامنا الآن؟ أن نستثمر هذه اللحظة واللحظة القادمة. ولهذا أتمنى أن الحل للخلاص من هذا الأمر أني أسترجع الله سبحانه وتعالى وأذكر الله سبحانه وتعالى، وكل ما أكون كل ما جاني هذا الخاطر أستعيذ من الشيطان الرجيم وأحمد الله وأشكره وأذكره يذهب إن شاء الله. من معانا؟ معانا أول اتصال يوم. أروى من عمان، تفضل يا أروى. لو سمحت دكتور. تفضل يا أروى. أريد أشارك، أعطيني سؤال. أنا أعطيك سؤال أروى؟ لو سمحت دكتور أريد أشارك. أروى كم عمرك يا أروى؟ 13 سنة. وما شاء الله عليك، أنت متابعة الحلقات من أول يوم؟ نعم متابعة. ربي يبارك في عمرك. طيب أنت حابة أني أنا أسألك سؤال يعني؟ أيوة حابة. خلاص ماشي ما عندي مانع. شنو كان شعارنا؟ شنو شعارنا في هذا؟ ما هو شعار برنامج ضاعف وزنك في الأسبوع الأول؟ ضاعف وزنك؟ ضاعف وزن هذا اسم البرنامج، لكن عندنا شعار، في شعار للأسبوع الأول تعرفينه؟ صفحتي صفحتي بيضاء يا أروى. شكرا لك ولاتصالك ومتابعتك البرنامج يا أروى. معنا كذلك الأخت أم محمد من الكويت، تفضل يا أم محمد. يعطيك العافية أخي. يعافيك أكثر ويحفظك. أول شيء أنا بدي أشكركم كثير كثير على البرنامج، لأنه عن جد حسيت أنه رجعنا الحياة لنا تسلمين. تسلم يا شيخ. الأمر وحسيت أنه جدد الإيمان عندي بقلبي، وخاصة أني أنا بغربة بعيد عن أهلي بعيد عن كل العالم، يعني حتى أنا هون عايشة لوحدي بعيد عن كل العالم. الله يحفظك. حسيته جدد لي الإيمان بقلبي، خلاني عيش رمضان هالمرة كأني أول مرة بعيشه. الله يحفظك. شكرا كثير لك ولكل برنامج برنامج الرسالة، والله يجزيكم ألف خير عنا، والله يجعله كله بميزان حسناتكم يا رب. تسلمين يا أم محمد، ربي يجمعك مع أهلك دائما. والإنسان طالما أنه مع الله سبحانه وتعالى فلا غربة أبدا. الأنس بالله عز وجل بذكره بالصلاة بالصوم بالأعمال يجعل الإنسان أصلا في ديمومة من النشاط والحيوية لا يشعر بغربة. الغريب من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، فالغريب عن الدنيا قريب من الله عز وجل. طيب احنا الوقت راح يروح عمار، الإجابة لهذه الأسئلة طبعا جاءت مجموعة أسئلة تقول كيف أثبت على أنا صائم، كيف أثبت على أنا تائب، كيف لما أنا غيرت نفسي الآن أخشى. بعض ما شاء الله عليهم بعض الشباب يقولون نخشى على أنفسنا إن إذا جاء العيد وما بعد العيد أن نعود إلى ما قبل رمضان، ماذا نصنع؟ هذه اللعبة راح تعلمنا عناصر رئيسية أساسية كيف نثبت بإذن الله سبحانه وتعالى أولا وتوفيقه ثانيا بعد رمضان. في عندنا لعبة نبي نلعبها مع بعض، راح أطلعها لكم الآن وراح سأؤجل الإجابة إلى أن تجيبونا. اللعبة من الكور اللي عندك جاهز. طلع لنا إياها. يلا. طبعا عملناها على شكلين، شكل عندي في الاستديو وشكل عندنا راح يظهر إن شاء الله على الشاشة. اللي مطلوب منكم هذه الأشكال التسعة عبارة عن ابتسامات، وهي عبارة عن أعمال: صلاة، صيام، زكاة، صدقات، زيارات، صلة رحم، سموها اللي تسمونها. المطلوب منكم الآن بأربعة خطوط مستقيمة تصلون بين الأشكال التسعة. كل اللي مطلوب منكم تمسكون القلم وتتحركون من وجه يبتسم إلى وجه آخر، والوجه يعبر عن أعمالنا الطيبة الحسنة، سموها ما تسموها، لكن بشرط صل بين الوجوه المبتسمة بأربعة خطوط مستقيمة متواصلة. ما ترفع إيدك، يعني من تبدي تتحرك 1 2 3 4 ونصل بين الأمور التسعة. الذي ينجح في ربط هذه الوجوه التسعة وهي الأعمال الحسنة راح ينجح يستمر إن شاء الله بعد رمضان. اللي عارف يلا عاد الآن أنتوا حلوها ودزوا حق عمار مشاركاتكم وأنتوا تحلونها علشان إن شاء الله أشرح لكم إياها بعد شوي. من معانا؟ مع الأخ ولاء الدين من السودان، تفضل يا ولاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا سعيد جدا جدا أن أسمع صوتك. أبارك في عمرك، نحن أسعد. مبارك عليكم الشهر يا ولاء الدين. انقطع الاتصال ولكن وصلت رسالتك، أسأل الله سبحانه وتعالى يكون هذا في ميزان أعمالك. أول ما تجيك مشاركة لحل هذا اللغز عطني أول
مشارك يحل هذا الأمر يوصلنا إلى الاستديو حل سليم راح يأخذ هدية إن شاء الله من دار إقرأ عبارة عن 600 دولار إن شاء الله ريال. 600 ريال سعودي 600 ريال أنا آسف طبعاً اللي قاعدين في الاستديو الكل يبي يصحح لي اتقوا الله فيني الله يرحم والديكم 600 ريال سعودي هدية كوبون مشتريات إن شاء الله طيب خلصنا اللعبة في عندنا الآن الله يحفظك ندخل على موضوع اليوم إيش رأيك؟ موضوع اليوم ولا عندك مشاركات ما ذكرتها أنت؟ في عندي أشياء بسيطة إن شاء الله ادخل على الموضوع لأن الوقت 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 راح يروح ادخل على الموضوع الموضوع اليوم راح ياخذ فينا شوية وقت طويل فأنا معلش مخرجنا علي اليوم أنا حاب أدمج شوية الفقرات مع بعض فخلوا الفواصل تأتي تباعا موضوعنا اليوم الفضيلة اليوم مهمة جدا وأنا أذكركم بأمرين أذكركم بالأمر الأول وهو شعارنا ميزاننا ميزاننا وين ميزاننا 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 في هذا الأسبوع إيمانيات وروحانيات نريد أن نستثمر بداية الاندفاع في رمضان الشهر الفضيل المبارك أن نحرك الإيمان نحرك الأنس بالله سبحانه وتعالى نحرك الخضوع نحرك الذل لله سبحانه وتعالى حتى يبدأ الإيمان يتحرك فيوقد في النفس انطلاقة شرارة إلى العمل الحسن فإذا سمينا الأسبوع الأول نحن مع فريق الإعداد أنه ميزان الإيمانيات والروحانيات حتى إن شاء الله يشتعل في نفوسنا أما الشعار لهذا الأسبوع صفحتي بيضاء نبي تكون صفحتنا بيضة ما فيها سيئات وإن صار في سيئة نستغفر منها وإن كان في كبيرة نتوب منها مثل ما بينا أمس فكانت الكلمة الأولى أنا صائم والكلمة الثانية أمس أنا تائب والكلمة اليوم صفحتي عطنا لي وراها صفحتي بيضاء هذا أيوة صلتي بالله قوية إذن أنا صائم وتائب قطعاً الإنسان العابد لله سبحانه وتعالى واللي مؤدي طاعاته وعباداته اليومية وأيضا ليس عنده ذنوب وإن كان مذنبا قد استغفر وتاب ليس له إلا أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى الصلة الصلة الربط بالله سبحانه وتعالى قضية أساسية جدا أنا قبل ما أتكلم في عندنا استبيان صح؟ معنا على ما عمار يطلع الاستبيان عندنا أم علي من عمان تفضلي يا أم علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أم علي دكتور أنا سعيدة جدا بالكلام معكم طبعا حياك الله بس عندي سؤال هل الله سبحانه وتعالى يعاقبنا على ذنوبنا في الدنيا هل الله يعني سبحانه وتعالى يعاقبنا على ذنوبنا في الدنيا يعني مثلا أنا كذن مثلا في مرحلة قبل الزواج ممكن تكون عندي ذنوب هل الله يعني وأنا تبت عنها فهل الحمد الله بيعاقبني في علاقتي مثلاً مع زوجي الحين بعد الزواج بسبب ذنوب اللي قبل؟ تسلمي شكراً لك يا أم علي وعلى اتصالك ولهذا السؤال والله أنا أخاف من أسئلتكم خاصة اللي تجي على الهواء أولاً نحن في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار احفظوها يا بنائي بناتي رحمة ومغفرة وعتق من النار هذه أثلاث الشهر الفضيل فشوف شوف الكلمات العجيبة لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ثلث الأول والثلث الثاني والثالث فيها رحمة ومغفرة وعتق من النار وكأن الله سبحانه وتعالى يعطينا إشارة انتبه يا أم علي إشارة يلا يا ناس تأتوني هرولة إلى الجنة الجنة مفتوحة صفدت الشياطين وغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنان فإذا الأمر الأول خلونا نكون متفائلين ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه يستجيب لنا الآن الأمر الثاني أنا أذنبت ذنوب كثيرة قلنا أمس الإنسان إذا أذنب وأخطأ وأساء ثم تاب قبل لحظة الموت يغفر الله سبحانه وتعالى بل أكثر من هذا فأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يوم علي معناتها نعم تغفر الذنوب ولكن هناك ذنب واحد خطر إذا كان الذنب متعلق بحقوق الآخرين مثال عمار أساء إلي وسلبني مالي وبعدين جاء عمار قال سامحني قلت أنا مسامحك لكن رجع لي فلوسي لو عمار ما رجع لي أموالي أين سنلتقي أنا مع عمار الدنيا زائلة الدنيا هذه عمرها قصير لكن أنا وعمار رحنا يوم القيامة إن شاء الله قولوا آمين آمين يا رب واجتمعنا في المحشر وخايفين الكتب تتطاير كتاب يأتي فلان استلم كتابه باليمين وفلان استلم كتابه في الشمال وفلان هرب من كتابه فأتاه من خلف ظهره مشهد
مهول. لكن عمار استلم كتابه في اليمين. قولوا امين. امين يا وانت ويا ان شاء الله. وامك وابوك واللي يعز عليك حتى اللي يكرهك بعد يلا ولا تزعل. امين. واستلمنا كتاب وانا استلمت ان شاء الله كتابي في اليمين. الان هو اخذ كتابه في اليمين وانا اخذت كتابي في اليمين، جينا على الصراط فوق جهنم وما شاء الله عليه عمار مر. وانا حاولت لحقته ان شاء الله، جينا عند القنطره عمار رايح الجنه، قال لحظه لحظه عمار رايح فين؟ هو وين رايح؟ تعال 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 ترجع. دكتور وين ايش في؟ قال وين رايح؟ قال كتابي باليمين ومريت على الصراط ورايح الجنه. قال لحظه عليك دين. تذكر لما كنا في برنامج ضاعف وزنك واخذت من محفظتي 10 دنانير ما رجعت لي، عطني اياها. اسمعوا يا ناس، اسمعوا يا بنات، اسمعوا يا بنين، ما بي احلف غير حانث، يوم القيامه ما في انسان يتنازل عن حسنه واحده، ولا الام ولا الاب ولا العم ولا الخال ولا الجد ولا الابن ولا الابنه، ولا احد يتنازل عن حسنه واحده الا فيما ندر. فلو جيت اقول حق الناس اعطوني حسنه، انت الحين كلكم قاعدين الان تمدحوني وتشكرون في وادعوا لنا، لو جيتكم يوم القيامه انتم حتى انت يا ام علي قلت لك يا ام علي اعطيني حسنه ادخل فيها الجنه، تقول دكتور ثواني نفسي نفسي. نحن لسنا اشرف من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، كل منهم يقول نفسي نفسي، لان الموقف حالك، الا النبي صلى الله عليه وسلم ربي امتي امتي ربي امتي امتي. اذا عمار رايح، قلت له تعال ادفع 10 دنانير، في الدنيا كانت سهلة 10 دنانير، في الآخرة قد تكون ملايين الحسنات. ادفع، عليك 50 سنة عشت، هذه 10 دنانير الآن تضاعفت، فآخذ من ميزان عمار 3 مليون حسنة. 10 دنانير. وبعشر دنانير 5 مليون، ولا ترى زيد اسكت. آخذ من حسناته وضعها عندي. طبعا هذه مهمة ها. إذن أيها الأحباب في القنطرة تأتي هذه اللحظة يا أم علي. إذا أنت في عندك حقوق عند الناس رجعيها ولا تخافين، الله سبحانه وتعالى رحمته أوسع وأكبر إن شاء الله. دكتور إن شاء الله راح أخذ بيدك ويقولوا لنا إن شاء الله دشوا الجنة إخوة مع بعض إن شاء الله يا تعالى. يا الله يا الله يا كريم. حط لي الاستبيان. الاستبيان دكتور معك إن شاء الله. الاستبيان كن صريحين. من معنا خالد؟ خالد من الكويت، تفضل يا خالد معنا على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أم خالد من الكويت لكن زايرة العمان. أنتِ أم يعني أقول شيء بس دكتور، يمكن البرنامج هذا يعني تقول حق الشباب، لكن أنا عمري 42 سنة. وأشكرك وأقول للأمة الإسلامية كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. وثاني شغلة يعني البرنامج ما أدري إيش أقول، ما شاء الله تبارك الرحمن عليه. وأنا أسمع لك حيل، ودي يقول ولدي يقول هذا الدكتور صديقي عمره 9 سنوات. الله يحفظك. الله يحفظه يبارك لك فيه ان شاء الله، يبارك في عمرك يا اختي. شكرا لك. شكرا لك يا ام خالد. في اي شيء ثاني ببالك؟ شيء ثاني ببالي، انا ايميلي بالكويت مو بعمان، ودي اقول على الرسمه الاربع خطوط انا حليتها وما ادري شيء منكم الا الدعوه، اللي اقول خط راح يجي حرف الاكس وبالنص وبالوسط، يعني اثنين بالوسط حرف الاكس ما في شيء، هل صحيح ولا لا؟ لا مو صحيح، راح تشوفين بعد شوية أم خالد. شكرا لك لاتصالك ومتابعتك البرنامج، شكرا لك، ربي يحفظك إن شاء الله. طبعا عندنا الآن، شكرا لأم خالد ومتابعتها. وأنا قلت أنا أقول الشباب اللي دون 20 شباب واللي دون 40 شباب واللي دون 60 شباب واللي دون 120 شباب، بس إحنا بنركز على 11 إلى 30 هذا الخطاب، لكن كلكم حياكم الله وهذا يشرفني وأنا أكون سعيد بكل متابعتكم للبرنامج. ودي تجاوبوني على هذا الاستبيان الآن بينكم بين نفسكم وأنتوا قاعدين في البيت. أول سؤال، ماذا تقول عندما تحمل حملا ثقيلا؟ يعني لو أنا جيت أبي أرفع شيء ثقيل، شنو الكلمة اللي أنا أقولها؟ شو تقول يا عمار؟ أنا أقول يا رب يا أشيل. رب زين، أنا أقول يا الله. أنا هذه بعدين أقول لكم وين تعلمتها. إذن هذا سؤال كل واحد يسأل نفسه، ماذا نقول؟ شوف اللي وراها، ماذا تصنع عندما تقدم على عمل مهم، مقابلة شخصية، إنجاز، اختبار، كذا، ماذا نقول؟ كل إنسان يسأل نفسه، كل واحد إيش يقول؟ والله شوف يا سلاوي أنت شكلك واقف ويا الناس أكثر ما توقف معي. معانا أم عبد الله من اليمن، تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله ألو،
تفضل يا ام عبد الله، انت على الهواء. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخي ابغى بس اسال سؤال. تفضلي. يعني انا اتوب من الذنوب باستمرار، ولكن يحصل اني ارجع. لو سمحتي تعيدين. ما ادري هل يعني سبحان الله. ام عبد الله، ام عبد الله تعيدين السؤال، انا صوت مقطع لم اسمع سؤالك مره ثانيه باختصار. شيخي اسال عن الانسان اللي يذنب ويتوب ويخلص في التوبه ويعرف ذنبه ويعترف بالذنب امام الله، ولكن يعود للذنب، يعود مره اخرى، واثناء عودته للذنب يعني تأنيب الضمير والعذاب اللي يمر فيه. نعم اسمعك. يعني اسال يعني تجديد التوبه، هل يعني هذا المغن نجدد التوبه باستمرار وكذا ان شاء الله؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى يتقبل مننا رغم معرفتنا ان احنا؟ شكرا لك يا ام عبد الله، انقطع الاتصال. وانا والله انا خايف، انا عرك لا تحطوني في محل اجيب عن الله عز وجل، ما في احد يجيب عن الله سبحانه وتعالى. يا ناس ربي يغفر، يا ام عبد الله ربي يغفر، ربي يغفر، ربي يغفر، ربي يغفر. على قد ما نقول هو يغفر، وانت ذكرت موضوعا مهما جدا، اذا الانسان اذنب ذنبا ثم تاب من ذنبه صادقا توبه نصوحا، وبعد يومين بعد اسبوع وقع مره اخرى بالذنب فيتوب، نعم صحيفته اصبحت بيضاء، ثم وقع مره اخرى كالذي وقع اول مره، فيتوب ثم يعود، فيتوب ثم يعود. طالما يا ام عبد الله انك تتوبين وتعودين وتتوبين وتعودين، فان شاء الله انت من التائبات، والله سبحانه وتعالى بعلمه مطلع، اذا علم صدق نيتك ويعلم عز وجل انك ستتوبين قد يغفر لك ما صنعتي، وفي هذا ايضا اثر. لكن نقول لا نريد ان نخطط للذنب، ولكن اذا وقعنا في الذنب نستغفر ونتوب ونستبشر، نستبشر، لأن التوبة يحبها الله عز وجل ويفرح بها الله سبحانه وتعالى، ليس عن حاجة، ولكن إن طبقنا ما يريده الله سبحانه وتعالى منا فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين، يحب الأوابين سبحانه. نرجع مرة ثانية حق الاستبيان وبعدين ناخذ فاصل. ممكن نخرجنا؟ وصلتنا مشاركة للمسابقة ترى على الفيسبوك موجودة. حلوها؟ اي بس لا خليها بعد الفاصل. اعتقد انه حل خاطئ. لا 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 خليها بعد الفاصل. اذا ماذا تصنع عندما اسأل نفسك هذا السؤال، السؤال اللي بعده. ماذا تقول عندما تشعر بالخوف أو الحزن؟ لما تكون خايف أو غضبان أو هني حزنان أو حزنان حزين، ماذا تقول في ساعة الحزن والخوف؟ اسأل نفسك هذا السؤال. السؤال الرابع، ماذا تفعل عندما تسمع خبرا مفرحا؟ بشروني بشارة حلوة كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قولوا آمين. آمين يا رب. ماذا نقول عندما نبشر بخبر مفرح؟ آخر شيء الخامس وبعدين نأخذ إن شاء الله فاصل. ماذا تعمل عندما تشعر بالألم، الألم الذي ينقض الظهر ويؤذي، ماذا نقول، ماذا نفعل؟ هذه الأسئلة الخمسة الآن تفاعلوا معها بينكم بين نفسكم شوية، سألوا نفسكم هذه الأسئلة الخمسة، ثم بعد ذلك إن شاء الله بعد الفاصل راح أبين لكم ما الهدف من ذكرها، وأيضا كيف نقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. نأخذ فاصل قصير ثم نكمل ما تبقى في حلقة اليوم. تمت من القلب الألام بخطى واثقة، انطلقنا نقفز نحو المدى البعيد، ننسج لك دقة التفاصيل معا إلى عالم الأناق. ورؤية مختلفة لشخصيتك. ثوب الدفة بانطباع جديد. انتبه، رياح التغيير ليس مجرد برنامج، رياح التغيير على قناة الرسالة مشروع حضاري كبير يدعوك للتفاعل والمشاركة. ننتظر آراءك، إبداعاتك، مقترحاتك. أرسل إلينا مشاركاتك مرئية كانت أو صوتية أو مكتوبة عبر موقع مشروع التغيير www.change-project.org أو عبر موقع قناة الرسالة www.alrisala.net
من خلال منتدى رياح التغيير، وسنقوم بعرض المشاركات المتميزة في الحلقات المباشرة من البرنامج كل أسبوع. شارك في التغيير، في رياح التغيير، مشروع أمة وحضارة، حصرياً على قناة الرسالة. لمار، وقتك لتتألقي. إن شاء الله. حياكم الله معنا بعد هذا الفاصل القصير. وأنا عارف ما ودنا نفارق الشاشة ولا أنتم تفارقونا، لكن هذه الفواصل مهمة، أعرف بعض الناس تنزعج منه. عمار بسرعة، أنت قلت لي كان في عندك في حل اللغز. أي نعم. طيب وين وصلنا؟ طبعا أنا أشكر لكم هالمشاركات السريعة والتفاعل، وإحنا حابين نشوف التفعيلات. في بعض الناس ما يقرأون التعليمات، انتبهوا أحبابي، إحنا قلنا أربع خطوط مستقيمة متصلة، إحنا عندنا 1، 2، 3 ثم ينقطع، والخط الرابع مقطوع، معناته هذا الحل غير سليم لأن الخطوط انقطعت. نحن نريد أن نتواصل، فإذا قطعت الخط معناته خلاص ما في تواصل، إذا هذا الحل غير سليم. عندك حل ثاني؟ لا، ولكن وصلني تصميم سريع أيضا من أحد المشاركين. أنت حط على صفحتي بيضاء. ما شاء الله. على ما ناخذ أم فاروق. السلام عليكم أم فاروق. وعليكم السلام، كيفك دكتور؟ خلي التصميم، حياك الله يا أم فاروق. وهذا خلي التصميم معك. حبيت أشكرك على هالبرنامج الجميل. الله يحفظك. وبدي أسألك سؤال، كيف بدي أحبب أولادي بال يعني بالدين وبالصلاة وصلاة التراويح و كم أعمارهم الله يحفظهم؟ طيب، وفي كمان سؤال يا أم فاروق لو سمحت شوي. الأوجه. شوي أم فاروق، كم أعمار أطفالك الله يحفظهم؟ عندي صف 9 و8 و6 و4. الله يحفظهم. 2 أطفال. الله يحفظهم إن شاء الله. السؤال الثاني. طيب، بشأن المسابقة تبع الوجوه. هي ممكن حرف الإي بالإنجليزي؟ حرف الإي يصير مقطوع. حرف الإي راح يصير 1، 2، 3 ثم ينقطع وتعطين خط مقطوع، ما في صلة. شكرا لك يا أم فاروق. تسلمين يا أم فاروق. طبعا إجابة سريعة، كيف نحبب أبنائنا بالدين؟ يا ناس، هناك فطرة، هذا القلب مفطور ابتداء على حب الله سبحانه وتعالى. الإنسان بطبيعته هو يستدل على الله سبحانه وتعالى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، اتصال معنا. أم أروى من عمان، تفضل يا أم أروى مرة ثانية. الظاهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. عليكم السلام. كيف حالك دكتور؟ حياك الله يا أم أروى. كيف حالك دكتور؟ أهلا وسهلا، تفضلي. برنامج ما شاء الله، برنامج ضاع حظك، برنامج ممتاز ما شاء الله. تسلمين. أنا أعتذر، يعني اتصلنا قبل شوية بالخطأ، كان في أسئلة تطرحها ونجيب على الأسئلة، يعني ما كنا فاهمين من البداية البرنامج. أي نعم. فحبيت بس اعتذر، بس حبيت اعتذر يعني، لان خليت اروى تتصل بنتي يعني. وهي طبعا زعلت يعني، فكرت ان في سؤال تطرح على حضرتك يعني على علي وتجاوب عليه، ما كنا فاهمين البرنامج، بس حبيت اعتذر يعني مره ثانيه. كم لا ما في مشكله، حياها الله. اروى موجوده الان وياك؟ ايوه موجوده، بس شويه بعيده عني، عندي التلفزيون. خلاص، سلمي عليه، راح اوجه لها تحيه ان شاء الله. شكرا لك يا اروى على اتصالك. اعود لام فاروق. اولا اشكر اروى، يا بنتي يا اروى، شكرا لك ولاتصالك ولمتابعتك للبرنامج، وشيء يشرفني انك تتابعين، ولكن اروى حطي كراسه ودوني ماذا تتعلمين وتستفيدين من البرنامج، هذا راح يخلينا ان شاء الله نفخر بك، ويكون ان شاء الله ميزانك عامل بالحسنات. أم فاروق سألت السؤال، كيف نحبب أبنائنا؟ عودة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل مولود يولد على الفطرة، صبغة اللي الله سبحانه وتعالى فطر إنسان عليها، فالمولود. لكن دور الأبوين، وهذا السؤال أم فاروق مهم جدا، دور الأبوين في تهويد وفي تغيير هذه الفطرة إلى وتوجيه إلى الدين، فإما إحنا يهودانه ومجسانه أو ينصرانه، فأين يروح هذا الإنسان؟ حسب تطبيع الأبوين. إذا يا أم فاروق، إذا الأب يصلي والأم تصلي، الأبوين يصومون، الأبوين يزكون، الأبوين يتصدقون، الأبوين يعتمرون، الأبوين يتحاورون، فهذا سيحبب الأبناء في الدين، بشرط أن لا نخوف الأبناء بالنار
والله يدخلكم النار والله يطلعكم من الجنة والله يعاقبكم، يقول الله يثيبكم، الله يعطيكم، الله يرحم حالكم، الله يسر لكم، الله يجمعكم معانا. فإذا التحبيب من خلال استخدام الألفاظ المميزة التي تربط بالله سبحانه وتعالى وتربط بالجنة وتربط بالتفاؤل، هذا بشكل عام. أم فاروق اقرأي كتب تربية الأبناء لأن هذا موضوع بحالة يحتاج إلى برنامج. شكرا لاتصالك. نرجع للاستبيان، كان الهدف من عندك شيء؟ وصلنا أول إجابة صحيحة دكتور. أوه ما شاء الله، أول إجابة أي واحدة الأولى؟ هذه أول واحدة اللي تكلمنا فيها، هذه أول مشاركة، ولكن وفي اتصالين خاطئ بعد عندنا. أي نعم، هذه أول مشاركة صحيحة. أي هذه أول واحدة كانت؟ أي هذه أول واحدة صحيحة. أي طيب خلاص، إذن خلنا نفهم الناس كيف حدث هذا. في واحد في أحد من المشاركين حللها بالشرح، نشوف. يلا نشرح. هذه أيضا مشاركة صحيحة، هذه هي اللي بالشرح دكتور. هذه ممتازة. طيب خلوني أفهم، خلا أفهمكم هذا الحل السليم. شوف هناك ما الذي يجعل عندك الكلمات الخمسة اللي أنا حاطها اللي هو الحل، في عندك شيء اسمه الحل. إيه موجود طلعية. طيب أنا بغير مكاني. أول شيء حتى أستطيع أني أعالج مشاكلي الشخصية، كيف أستطيع أن أربط بين هذه الأعمال الحسنة؟ إحنا قلنا خليكم معي بناتي أبنائي، خاصة الشباب افهموا، الإنسان الذي يصلي يصوم يزكي يبر والديه، لكن الأعمال مش مربوطة، بين الصلاة والصلاة يذنب، بين الصيام والصيام يذنب، بين الجمعة والجمعة يذنب، وإن كانت كفارة لما بينهما، لكن الإنسان كيف يصل بين هذه الأعمال بحيث أنه لا يقع في الذنب إلا اللمم وهو الصغائر، أنه يخرج في الخارج الذي ينظر من الخارج. لما أنا أقيم نفسي لما أكون داخل ما أشوف، أنا داخل دائما في شيء خلفي ما أرى، لكن لما أخرج خارج شخصيتي وأقيس أعمالي من الخارج، هذا أول حل. عندك الجدول ظاهر ولا ما طلعته؟ جاهز دكتور. طلعنا إياه؟ جاهز دكتور. إذن أول نقطة هذا الحل السليم على الوجوه المبتسمة طبعا. ممتاز. إن الكلمة انظر وتأمل، أول شيء الإنسان الذي يريد أن يستمر على الخير يخرج فينظر كيف أستطيع أن أصل، ثم ننتقل، انتبهوا معي، من هذا المكان وأنا خارج المربع لو دخلت، شوف هذا الوجه، واحد اثنين، وهذا خط مستقيم إلى أيضا أخرج الخارج، أشوف نفسي من برا، الآن طويت اثنين، ثم بعد ذلك هذا الخط المستقيم الأول ومتواصل، الخط الثاني متواصل الخط أيضا، وأستقر هنا، الآن سكرت بخطين مستقيمين متصلين، ثم أيضا أدخل للداخل، واحد اثنين، وما زال الخط مستمرا ومتصلا، خلصنا واحد اثنين ثلاثة، تبقى عندي وين ولا ضيعت أنا هني؟ ايه أنا هني صار عندي خطأ دكتور. ايه عفوا بدأت خطأ. أنا بديت خطأ. إيه إيه بديت من الوسط. نعيد مرة ثانية. أحل عنك دكتور. يلا قوم. قوم لخبطت أنا. نعيد مرة ثانية. يلا أنا عرفت وين خطأ. إيه عرفت. إذن البداية وين؟ من هنا صح؟ دكتور. أيوة. دوري دكتور. دورك. يلا تعال خلاص أنا أطلع هنا. يلا أطلع، نخرج في الخارج. نخرج ممتاز. في الخارج دكتور. أطلع بعد. إيه أنا في الخارج. بعد شوية. بعد شويتين. أي ممتاز. الآن تعال. لا مو هذه، أخذ اللي وراها. هذه أنت اللي قطعت فيها أتو. لا أخذها عدل. خذيتها الشكل. أيوة. بعدين رديت. خذت الشكل ورديت. لازم تاخذ عفوا مني. لازم ارجع بالعكس هالشكل. فهمت. نعم. خلاص ماشي يلا. انا في الخارج افوت. اي تفضل يلا. هذه الاولى. زين. هذه الثانية. زين. هذه الثالثة. تبي تغلبني يعني انت اليوم ولا شلون؟ يا دكتور تحدي. انا الحين خط مستقيم ما زلت مستمر. زين. نرد مرة ثانية. شكلك ضيعت. لا ما ضيعت. تاخذ اللي وراها. ما زلت في خط مستقيم ومتصل. تمام؟ زين. رجعها مرة ثانية. آخر محاولة. لا أنا أقول لك. يلا حطب. ارجع مكانك يا عمار، خلي أنا أرد. أنا عرفت خطأي وين. بس حطوا مستقيمين. طبعاً أرد أذكركم على ما عمار رتبهم. عندنا خمس كلمات مهمة راح أشرحهم ثم أعود للتنفيذ. انظر تأمل، قضية مهمة جدا، الإنسان لما يخرج خارج نفسه
فيرة. اثنين، انفعل وتبسم. شفت الصار فينا احنا الان؟ هذا اختبار عملي. لما تتفاعل وانت ما تحل تتنرفز اول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة. هنا يعجز اغلب الناس عندما يحاول الاولى والثانية والثالثة ثم يفشل فيترك ولا يستمر. شوف انا اليوم مستعد اقعد من الان لين اخلص. فالاستمرار في المحاولة هو العلاج الاساسي لمثل هذه الحالات. اذا انفعل، تبسم، عزم واستقم. هذه قضية. من معانا؟ دكتور فالح من السعودية، تفضل يا دكتور فالح. الرقم هذا واحب اشارك مع الدكتور لو حب. تفضل، معاك، اسمعك. دكتور فالح حبيبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حبيبي دكتور محمد، كيف حالك حبيبي؟ طول عمرك يبارك فيك. ايش اخبارك يا حبيبي؟ طيب، اولا يا حبيبي انا اديت في الكنترول رقم جوالي على اساس انك تتصل علي. زين. يعني احب يعني في اقرب فرصه انك تتصل علي. هذا شيء. وسع صدرك. ثاني يعني ممكن يعني تفضل اساعدك يعني، وانا من الناس المتابعين، نصيحه للاخوه اللي هم يشاهدوا هذا البرنامج الرائع. نعم. وصيه لكل من يشاهد هذا البرنامج الرائع، لكي تتحقق الفائده من برنامج الدكتور محمد الثاني عليكم بتطبيق ثلاثة اشياء. طبعا. الأولى المتابعة، حاولوا تستمروا في المتابعة. اثنين، طبقوا مباشرة كل ما تسمعوه من الدكتور محمد الثوين. جزاك الله خير. ثلاثة، الاستمرار في التطبيق، وأقصد فيها دوام التطبيق، وهذا قاعد تكلم عنه الآن، لكي يتحقق التغيير. وجزاك الله ألف 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 خير. تسلم. شكرا. شكرا يا دكتور، أعطيك العافية. حط لنا الحل على اللوح، خلاص مضطرين نحطه ونقلده. هذا الحل دكتور. ها؟ هذا هو الحل. زين ممتاز. يلا احنا الآن، هو الحكمة، انتبهوا معي، الحكمة في الأمرين اللي هناك الاثنين، شايفين رقم واحد واثنين. فلو احنا أخذنا لهما أحيانا لما يكون الشكل ما هو مربع، فتكون إذا الخط الأول وين، من أين يبدأ؟ تحب تبدأ من وين؟ لا بد يكون من الخارج. إذا هذا اتفقنا عليه. فإذا ناخذ الشكلين اللي شفناهم اللي هما هذا عدل، صلح لي أنت، صح؟ ناخذ هذا وناخذ هذا عدل. ممتاز. في شيء الحين؟ لا مضبوط. وين أروح؟ تنزل خط مستقيم. ما خط المستقيم. يا الله يا كريم، يا ربي تعيننا عاد هالمرة ولا عاد بعدين. الله يعين على الشباب اللي قاعد يتابعون. وبعدين أروح برا صح؟ تروح برا دكتور. أيوة نطلع برا. وهذه الغلطة اللي غلطناها قبل شوي. ايه. تكمل معاهم مرة ثانية. وين؟ اخلص هذا. خلصنا هذا مو برا. ليش باقي عندنا اثنين متعاكسين؟ هذا اللي انا عاد ابيك تحل لنا انت. خلاص احنا نوقف عند هذا. رجع لي الموضوع، نحلها اليوم ان شاء الله بس بعد الفاصل. دكتور انا اقول لجميع المشاهدين، ما حد يأس ان المشكله ما انحلت معاه من اول مره ولا من ثاني مره ولا من ثالث مره. اذا شنو عزم ثم استقم، قضية مهمة جدا. عزم، لازم تكون عندك العزيمة في المحاولة. يعني اليوم هذا الموقف اللي قاعد يصير معي مضحك بالنسبة لي أنا، بالنسبة أنا عارفها وقاعد أطبقها لكن مو جاية معي، في خطأ راح أكتشفه إن شاء الله. إذا عزم ثم استقم، وهذه قضية أساسية جدا. الاستقامة تعني كن مع الله سبحانه وتعالى ثم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، لأن عندنا موضوع راح نكمل موضوع الفضيلة، تواصل واستمر. استمر يعني تواصل. أنا ما عرفت، لازم أحد يساعدني فأطلب المساعدة. الأمر الأخير، أربط فاجتمع، نربطها مع بعض، وهذا اللي قاعد نحاول نوصل الآن. أربط صلاتك بصيامك بزكاتك بصلة رحمك ببرك لوالديك بكل أعمالك، هنا نستطيع أن نستمر إن شاء الله بعد رمضان. حط لي الفضيلة مالت اليوم لو سمحت. فضيلة اليوم إن شاء الله. فضيلة اليوم، إذا اتفقنا اليوم شخصية علاقتي بالله سبحانه وتعالى قوية. نذكر الآية اللي عندنا. إيش كان باقي على الفاصل يا سيلاوي؟ فضيلة اليوم ما في فاصل، خلاص فاصل، أعطونا فاصل واحد على الأقل. متى تقرير جاهز؟ خلاص ماشي. شنو الكلمة اليوم؟ ما قلتوا لنا إياها. طبعا إحنا عندنا معروف التقرير اليومي، عندنا كلمة مهمة راح نذكرها. إذا ناخذ الفضيلة إن شاء الله ونعرض التقرير يا عمار. فضيلة اليوم والثالثة، صلتي بالله قوية.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، هذا الحديث العجيب الذي يحتاج إلى شروح وليس شرحا واحدا، من عاد، قال الله رب العزة سبحانه وتعالى، أي حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال، انتبهوا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو الاختيار. الأمور الأولى إجباري، صلوات الخمس إجباري، ولكن النوافل الزيادات هي القربة الحقيقية التي تفرق بين العبد والعبد. فإذا أحببته، الآن النتيجة بعد هذه الزيادات والنوافل بعد الفرائض ماذا يحدث؟ فإذا أحببته، أي زاد الحب من الله سبحانه وتعالى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم بعد ذلك أكثر من هذا، يقذف الله سبحانه وتعالى الرقابة في نفس الإنسان فلا يقع في الذنب، ولكن ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. هذه قضية جدا مهمة بحياتنا. إذن هذا الحديث يحتاج منا إلى نوع من التواصل حتى نربط بينه وبينه إن شاء الله. الآن أظن صرنا جاهزين حق التقرير. كم مدة التقرير؟ شيء بسيط. لا يعني لازم يكون، خلا يكون، أي طبعا التقرير هو عبارة عن كلمة، اليوم كلمة مسحراتي. مسحراتي، من المقصود بمسحراتي؟ مسحراتي هو اللي بسحر الناس في بشهر رمضان. كم مدته؟ اللي بسحر الناس على الفطور، اللي هو بصح الناس في رمضان. المسحرات اكيد هو اللي بسحر، هو اللي بصح الناس يعني على السحور، بذكرهم بموعد السحور. مسحرات اللي سحر الناس بالليل، يكون معه في مرات يكون معه طبل ويساوي عليه، فهذا هو المسحراتي اللي بينبه الناس للسحور. أبدا المسحرات اللي بيطبل على الطبل لوقت السحور. المسحراتي اللي هو قبل الإفطار، قبل موعد الإمساك بساعة ساعة ونص، بيفر في هال بين الحارات والبيوت ومعه الطبل، وبيكون يقول يا اصحى يا نايم، واذكر الدايم، بمعنى بهذا المعنى. شايف المسحرات اللي بالليل هذا قديم، اللي بصحي الناس على السحور. المسحرات هو انسان متطوع، يعني بتطوع من نفسه انه في فترة السحور قبل الفجر بساعة تقريبا بيقوم هو على الطبل بصحي الناس، مقابل انه الناس بتكرمه، يعني اول يوم اول ايام العيد، يعني اول ثلاث ايام بالعيد بكرمه. المسحراتي طبعا في كل مجتمع له عادات وله تقاليد ترتبط بالطاعات والعبادات. نميز ونفرق بين الطاعات والعبادات التوقيفية، يعني الله سبحانه وتعالى امرنا نصلي بهذه الطريقة، الله سبحانه وتعالى امرنا نصوم بهذه الطريقة، الله سبحانه وتعالى أمرنا نتصدق ونزكي بهذه الطريقة. هذه ما نتدخل فيها، ولكن حول حياتنا اليومية المعيشية تطلع بعض العادات. مثال في رمضان الناس تنام، وخشية أن لا تستيقظ صلاة الفجر وقبله السحور، فظهر واحد متطوع جزاه الله خير اسمه المسحراتي، يطلع في الليل أصحى يا نايم، فيصحي الناس قبل صلاة الفجر بساعة حتى يعدون السحور، يعني تسحرون ويستعدون كذلك للصلاة. طبعا في كل بلد له اسم. كم واحد عرف عندنا عمار في، انت سمعتهم ولا الأغلبية عرفت رولي ها؟ المسحراتي، من هو المسحراتي؟ أي احنا عندنا نسميه أبو طبيلة، في الكويت عندنا نسميه أبو طبيلة لأنه كان عنده طبلة فينبه الناس فيها فسموه أبو طبيلة. في كل بلد يسمى بالاسم اللي موجود عنده. وين بعد؟ في الطبال، لبنان الطبال، مخرجنا يقول لبنان يسمونه الطبال. إذن أيضا المصطلح اليوم كان عندنا أمس مرمضن وأهل المغرب. عندي لكم بشرى يا أهل المغرب، متى إن شاء الله يشاركون معنا المغرب والجزائر وليبيا وتونس؟ قريبا جدا إن شاء الله. طبعا جاءتنا رسائل من أهل المغرب العربي، أحبابنا وأهلنا هناك، أهل الخير والبركة والنعمة والعلم، كيف نشارك معكم؟ لأن الأرقام لم تكن جاهزة ومعدة بسبب الشركات، لكن إن شاء الله خلال يومين ستكون لكم مشاركات معنا ولم نغفل عنكم. كذلك جاءت اتصالات من الجزائر، تواصل من الجزائر، من فلسطين الحبيبة، كل واحد يقول ما ذكرتونا.
ما دعيتوا لنا، ما سألتوا. طبعا احنا يعني كلكم، عندما نقول كل العالم الإسلامي وكل العالم العربي وكل العالم بأسره، ندعو للجميع ولا نخص أحد لأحد، ولكن عندما تكون هناك أحداثا مؤلمة في مكان ما نركز عليها. فسامحونا لو نسينا نذكر بلد، موريتانيا أيضا يريدون المشاركة معنا، إن شاء الله غدا أو بعد غد سيترتب هذا الأمر. نرجع لفضيلتنا مرة ثانية لأن الوقت سريع. إذن اليوم إيش المطلوب منا؟ إحنا تعلمنا من خلال هذه اللعبة وأنه كيف نحقق الأمور الخمسة، أنظر من الخارج فأتأمل وأتفكر، ثم بعد ذلك حتى أصل إلى أن أجمع نفسي بأعمالي الحسنة، حتى أستطيع أن أحافظ على هذا التسلسل في عمارة الميزان وفي مضاعفته، أحافظ على أنا صائم وأحافظ على أنا تائب، وكذلك أحافظ على صلتي بالله قوية. كيف نقوي هذه الصلة؟ كيف نعمق هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى؟ قضية أساسية جدا أن يخطط كل منا هذه خطة فردية. يعني أنا وعمار ولا أنا وحمود ولا أنا وسلاوي ما نجتمع على خطة واحدة، كل إنسان له مشاعره الخاصة، له انفعالاته الخاصة، له تفعيلاته الخاصة مع الله سبحانه وتعالى. لكن الأهم هو أن تكون عمارة الميزان اليومي والجدول بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. من معانا من المغرب؟ عبد الرزاق من المغرب، تفضل يا عبد الرزاق. احنا آسفين عبد الرزاق قطع الخط، ولكن عاود الاتصال مرة ثانية إن شاء الله. إذن أنا انتهيت عند كيف يستطيع الإنسان أن يجعل لنفسه زيادات، نوافل، تعبد بما الذكر، الدعاء، صلوات النوافل، التراويح، قيام الليل. خلونا أقول لكم موقف. قبل حوالي 11 سنة اجتمعت مجموعة شبابية، شباب كانوا كلهم أعمارهم أقل من 20 سنة، فتحاوروا في نفس هذا الموضوع، كيف نعمق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، كيف نحافظ على هذه الصلة مع الله سبحانه وتعالى. فاقترحوا اقتراحات، مجموعة كانوا حوالي 7-8 أشخاص، وأنا كنت جالس ألاحظ هذا الحوار. واحد قال نختم القرآن، واحد قال ذكر الله، تعددت الأشياء، ثم اجتمعت هذه المجموعة على أمر واحد. اتفقت هذه المجموعة على أن يقيموا صلاة الضحى، وصلاة الضحى يغفل عنها الكثير من الشباب، وهي محببة كقيام الليل، فاللي يفوت قيام الليل لا يفوت صلاة الضحى. وصلاة الضحى كذلك مثنى مثنى، تصلي ركعتين ثم 4-6-8 من شروق الشمس إلى ما قبل الظهر بقليل. هذا الوقت فيه صلاة تسمى صلاة الأوابين، صلاة الرجعين أو صلاة الضحى. فاتفقت هذه المجموعة على أنها لا تتخلى عن هذه الصلاة ولو بركعتين في كل يوم. أعرف من هذه المجموعة على الأقل واحد 11 سنة ما فاتت صلاة الضحى يوميا، وإذا نسي أو غفل عنها يوما يقضيها بعد صلاة الظهر لأنها أصبحت متلازمة معه. إذن هذا الشاب مع هذه المجموعة اتخذوا قرارا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بصلة دائمة من خلال إقامة صلاة الضحى. إذن الآن أنتم في البيت أو في المجلس أو في النادي أو في المكان تجتمعون فيه، اجلسوا، خلونا نلعب هذه اللعبة، فنقترح الاقتراحات ثم نحدد اختيارات معينة، نتعاضد فيما بيننا مع بعضنا البعض، ونعاون بعضنا في إقامة هذه الطاعات والعبادات. طبعا أنا طبعا كلمني سلاوي، عندنا أكثر من شيء. أول شيء عندنا تغيير في المواعيد، صح؟ لنا هناك بشرة سارة، بناء على طلبات كثير من متابعي برنامج ضاعف وزنك، الإعادة عادة هي الساعة 6:00 صباحا بعد صلاة الفجر، الآن تم تقديمها مباشرة بعد صلاة الفجر بتوقيت مكة المكرمة، إذا مباشرة. فبمجرد ما تنتهي صلاة الفجر في مكة المكرمة سيعاد إن شاء الله برنامج ضاعف وزنك، مبروك عليكم. أما برنامج رياح التغيير فراح يتغير موعد الإعادة إلى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت مكة، الساعة 5:30 عصرا بتوقيت مكة. شكرا لقناة الرسالة الاستجابة ما شاء الله عليكم متابعين، أنتم أقوياء، خليتوا القناة تغير أوقاتها، فمعناته هذا مقدر كثير عندكم وعندنا إن شاء الله. عمار شنو عندك حاب تعرض لنا؟ دكتور طبعا كلاتنا نعرف أن أمس كانت مسابقة، صح؟
الفائزين. اوه انا نسيت اصل المسابقه، نسيت اعلان المسابقه. الموضوع عندك، اعلن يا عمار الموضوع عندك ان شاء الله. طبعا نذكر بالسؤال دكتور، شنو كان السؤال؟ سؤال امس حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. أيوة معي. إذا الجواب حجة معي. أي نعم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. الفائزين في مسابقة اليوم الثاني عندنا ثلاث فائزين. ما شاء الله. حنان ماجد من الأردن فازت ب 500 ريال، نقولها مبروك. مبروك يا حنان. وكذلك الأخت سامية عبد الستار من مصر فازت ب 300 ريال، نقولها أيضا مبروك. وأول شاب يفوز معانا دكتور. محمد إسماعيل مبروك يا محمد، أول شاب يدخل مع البنات. من اليمن 200 ريال، نقول له ألف مبروك ويعطيكم العافية. يستاهل يستاهل. إذا عندنا الآن مسابقتنا إن شاء الله لهذا اليوم، جاهزة نعرضها؟ إن شاء الله تعالى دكتور. يلا هذه المسابقة. المسابقة الرمضانية اليومية على شاشة الرسالة. سؤال هذا اليوم: كان دميما فمازحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق وقال: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. من هو؟ بلال بن رباح رضي الله عنه، أبو ذر رضي الله عنه، زاهر الأشجعي رضي الله عنه. للإجابة عن السؤال أرسل رسالة قصيرة، اكتب كلمة رمضان أو رمضان، ثم اترك مسافة، ثم اكتب رقم الإجابة الصحيحة، وأرسل رسالتك SMS مرة واحدة إلى الرقم المرادف لبلدك. آخر موعد لتلقي الإجابات هو الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي. كن من الفائزين في إحدى الجوائز اليومية الثلاث: 500 ريال، 300 ريال، 200 ريال سعودي. وقد يحالفك الحظ في نهاية شهر رمضان لتربح الجائزة الكبرى، سيارة يشترك في التنافس عليها كل من يرسل 10 إجابات صحيحة أو أكثر طوال أيام الشهر الكريم. مسابقة الرسالة الرمضانية، ثقافة وجوائز، والكل معنا فائز. الرسالة إبداع وأصالة. طبعا نبارك للفائزين معنا ونستعد لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم للفائزين معنا ان شاء الله في اليوم الثالث. طبعا شكرا لقناة الرسالة هذا التفعيل وهذه الهدايا وهذه الجوائز، ولكن اذكركم كل من يشارك معنا، الفائزين ثلاثة، ولكن كل من يشارك معنا قطعا مع الله سبحانه وتعالى له اجر كبير. احنا طبعا الوقت وايد سريع معاكم، ما راح يكون عندنا وقت نطبق اللعبة، راح اخليها لبكره ان شاء الله، لكن عندي وصية اليوم صح؟ اي دكتور، وصية اليوم، لان انا حاب المعاني تكتمل واحنا وراها ما راح نتركها. كم عندنا وقت يا سلاوي؟ اليوم ما راح خلاص اليوم، خلينا نقول وصية اليوم: زد نوافلك تنل مطالبك. هذا شعارنا اليوم. فأحبابي احنا اليوم كيف، حتى بعضكم عاد يسأل كيف أحافظ على هذه الصلة مع الله سبحانه وتعالى. الآن عندنا ابتكارات وتكليف، عندكم ابتكارات كيف ستتعامل مع النوافل. فضلا أنا لن أتكلم عن الصيام، ولن أتكلم عن الصلوات الخمس، ولن أتكلم عن التراويح، ولن أتكلم عن قيام الليل، ولن أتكلم عن ختم القرآن. هذه الأمور كلنا نستوي فيها في رمضان. خلاص نريد منكم 10 أعمال أخرى، كل واحد منكم يتنافس معانا في هذا التكليف، 10 أعمال بالإضافة للأعمال الخمسة، أعيد، غير الصيام وغير القيام وغير التراويح وغير ختم القرآن الكريم، غير الصدقات، غير هذه الخمسة. نريد 10 أعمال خفيفة سهلة بسيطة حلوة على النفس، من خلالها نستطيع أن نعمر الميزان ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. إذن كل واحد منكم سيتسابق، وإن شاء الله راح تكون عندنا جائزة
خاصة لمن يعطينا أفضل. طبعا احنا نجتهد عمار مع فريق الإعداد يجتهدون وسامحوهم اللي يحس نفسه هو أحسن، كلنا أحسن إن شاء الله، ولكن يجتهدون في اختيار من هو يقدم لنا أفضل جدول عشاري بأعمال نوافل أي زيادات صحيحة بنية خالصة توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العبادة، انتبهوا يا أبنائي بناتي، العبادة لا تقبل إلا بشرطين، العبادة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، أي صدق التوجه لله عز وجل بهذا العمل، أنا من قلبي أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. الشرط الثاني أن يكون العمل الذي به أتعبد الله سبحانه وتعالى وأتقرب إليه يجب أن يكون صواب، ولا يكون صوابا إلا بحالة واحدة، إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أحبابنا نريد منكم هذا التكليف، زيادة في النوافل حتى ننال مطالبنا. هذا الأثر كما جاء في الحديث السابق، لو أنا عملت هذه الأعمال ما النتيجة؟ الرحمة والمغفرة والعتق من النار. انتبهوا يا ناس، في رمضان له ميزة خاصة، إن الله سبحانه وتعالى في كل ليلة له عتقاء من النار. انتبهوا معاي، لله سبحانه وتعالى في كل ليلة في رمضان عتقاء من النار، غير ليلة القدر اللي فيها أعداد كبيرة. فالذي يعمل هذه الأعمال ماذا يرجو؟ أن يكون في هذه الليلة، قولوا آمين، أن نكون جميعنا من العتقاء من النار، فلا يكون لنا إلا طريقا واحدا نجوز الصراط ثم إلى القنطرة نتصافى ثم نكمل الطريقة إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعني يستجيب لدعائنا ويجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند حوضه، قولوا آمين. وانتهى الوقت واللعبة راح نكمل إن شاء الله معاكم باكر، إلى أن نلقاكم على الخير والمحبة، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعيش في كنف الرضا.